جنابكم من بعد الفاصل. كيف تكون نتائج تمرة العلاج القديم والحديث على صحة المجتمع؟ وهل ينجح اختلاط الفيتامينات بالأعشاب؟ هذا ما سوف نشاهده الآن. كنت هناك وصورت لكم هالتقرير الأكثر من رائع، خليكم معنا. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في فقرة جديدة من فقرات المجلة. اليوم يسعدنا أن نستضيف دكتورة عمرو محمد، أخصائي بيع الأعشاب، للتحدث أكثر عن الأعشاب والفيتامينات. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا بك دكتور محمد. دكتور، بالبداية خلينا نعرف المشاهدين الفرق بين الأعشاب والفيتامينات. الفرق بين الأعشاب والفيتامينات، الفيتامينات دي في الأساس شيء متطلب أساسي لجسم الإنسان، يعني من حاجة أساسية زي الدهون وزي الكربوهيدرات، من ضمنها برضو الفيتامينات والمعادن، شيء أساسي الجسم الإنسان لازم يحصل عليه علشان مفيد للإنزيمات والتكوين وحدات طاقة والتكوين هرمونات مهمة للجسم علشان يفضل الجسم صحي ومحافظ على صحته ونشاطه العام. ممتاز. الأعشاب دي حاجات مكملات غذائية بتفرق من شخص لتاني على حسب احتياجه. في أعشاب منشطة لوظائف وجهاز المناعة بتاع الجسم، بتقويه وتقدر انه تخليه يقدر يحافظ على نفسه ويدافع على نفسه ضد أي ميكروبات أو عدوى خارجية. في أعشاب تانية مثلا مريحة للقولون، أعشاب فايبرز ملينة. فالأعشاب عادة بتبقى حاجات استخدام لفترات معينة وبتقف على حسب احتياج الشخص. الفيتامينات أساسية ويجب تناولها لفترات طويلة أو باستمرارية. هذا بخلينا أسألك، مين أكثر انتشار، يعني الفيتامينات ولا الأعشاب؟ يعني مين اللي دارج أكثر؟ لا، هو في الأساس الفيتامينات طبعا. طيب لو تكلمنا عن الأمن على الصحة أو الأمان على الصحة، مين أكثر أمان، فيتامينات أو الأعشاب، والاثنين أمينين أصلا على الصحة؟ الاثنين أمينين على الصحة طالما هيستخدموا الاستخدام المظبوط وبالجرعات المظبوطة، وزي ما الشركات والأطباء بيركمندوا بيوصوا باستخدامه للشخص. تعرف ليش بسألك السؤال هذا؟ لأنه في أشخاص مثلا، تكلمت عن الجرعات المضبوطة مثلا، في أشخاص مثلا يقول هذا فيتامينات، أنا مثلا الدكتور أعطاني حبة في اليوم، أنا أخذ حبتين أزود الجرعة عندي. تمام، هو أخذ حبة ولا تأثيرها كويس، قال لك لما أجرب حبتين وأشوف هيبقى تأثيرها إيه. لا طبعا، مش المفروض إنها تستخدم زي ما الطبيب قايل بالظبط أو زي ما الصيدلي وصف بالظبط، وما تزيدش عن كده علشان ممكن ما يحصلش حاجه النهارده، انا مع المدى الطويل يبقى لها تاثير. التاثير يا دكتور ايش ممكن يحصل بالنسبه للفيتامينات؟ يعني بالنسبه للفيتامينات اللي هي بتدوب في الميه دي، في الغالب ما بيبقاش فيه منها مشكله، انما المشكله بتبقى في الفيتامينات اللي بتدوب في الدهون وبتتحوش وتتشال في الكبد، زي فيتامينات الف ودال وه وكاف. دول لما طبعا بيستخدموا بإفراط وكميات كبيرة جدا وجرعات عالية لفترات طويلة، تتحوش في الكبد فبتبتدي انها تتعب الكبد طبعا، وبتبقى يعني زي عبء زيادة على الكبد. مضبوط. مضبوط. هنا في المركز احنا مثلا شفنا انواع متعددة بالنسبة للفيتامينات بالنسبة للأعشاب، في فروقات بين كل مثلا مركب والثاني؟ على اي اساس بيعتمد المركب هذا او بيختلف المركب هذا عن الثاني؟ والله زي ما قلت لك كده، الأعشاب بتفرق في استخداماتها. في أعشاب زي ما قلت لك مثلا مضادة للتوتر والقلق، وفي أعشاب بتعمل برضو إنها مثلا تقوي جهاز المناعة، أعشاب مريحة للمعدة، فبتفرق طبعا مكوناتها طبعا من عشبه للتانيه اكيد. ذكرت الان التوتر والقلق، طبعا المشاهدين راح يكونوا كلهم تقريبا، يعني نقول اغلبيه المشاهدين في عندهم توتر وقلق. طبعاً في مثلا جاك مريض او شخص طبيعي وقال لك انا دكتور عندي مثلا متوتر وعندي قلقان دائما، تمام، في بتنصح مثلا فيتامين معين بعشبه معين او خلطه معينه؟ في طبعا اعشاب زي مثلا عشبه زي مثلا حشيشه القلب، دي مثلا مفيده جدا للتوتر، انما استخدامها لازم يكون بحذر اذا المريض بيستخدم علاجات تانية مثلا زي علاجات الحاجات اللي هي تمنع تغلط الدم زي الورفرين، زي مثلا المسيلات يعني بالظبط الاسبرين والحاجات، كلوبيدوجرال اسبرين، الحاجات دي كلها. لو برضو بيستخدم اي علاجات مثلا نفسيه تانية زي مثلا اي حاجه سيروتونين ري ابتيك انهيبيتور، مونو امين اوكسيديز انهيبيتور، زي سيبرالكس، سيروكويل، سيروكزات، اي علاجات من دي لازم يبقى فيه حذر شويه مع استخدامها، وبيفضل ان هو يرجع للطبيب يستشيره في حاله زي دي او للصيدلي. في اعشاب تانية زي الفالراين، النردين. يعني خليني انا اجيك الان، جيتك على المركز، اهلا دكتور عمرو واهلين. انا مثلا عندي توتر وعندي قلق، خلاص تمام، ما رحت لطبيب، انا جيتك هنا على طول، تنصحني اول خطوه اني استمر معك ولا اروح اراجع الطبيب وارجع لك مره ثانيه؟
على حسب اذا في حضرتك علاجات انت ماشي عليها اوريدي. انا بسالك وبعرف منك اذا كان في علاجات انا دكتور عمرو والله انا لسه هذا اول علاج اخذه. انا اول شفت انا كنت مار هنا وشفت ما شاء الله المركز متنوع الامور زي كذا فانا جاي كذا. انت بتنصحني اجيك هنا ولا اروح للطبيب؟ لا 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 تنورني، انا طبعا مش لازم طبيب في الحاله زي دي خالص. هلا يعني انت قصدك مثلا لما تكون اعراض خفيفه ممكن تسيطر عليها؟ بالضبط كده، وما فيش علاجات تانية بقى ما فيش مشكله، اقدر ان شاء الله اذا انا اساعدك هنا بحاجات كثيره. مظبوط. الان في مشاهدين كثير بيسالوا مثلا طب يا ريت دكتور محمد يتكلم عن الاوميجا 3 كبد الحوت الهبات اللي بتيجي من بوزل في سن الياس بالنسبه للمراه. طبعا نفس الحالات هذه اكيد بتنسالك يعني على لسان المرضى بتجيك نفس كثير جدا طبعا. كيف نشرح للمرضى او للمشاهدين فوائد الاوميجا 3 فوائد كبد الحوت؟ لانه هذا دارج صار الناس يعني تقريبا في كل منازل موجود هذه كبد الحوت او اوميجا 3 ونفسهم يعرفوا فوائد واضرار. طبعا هو بالنسبه للاوميجا 3 وزيت كبد الحوت الاثنين نفس الحاجه. نعم. بس تركيز مثلا يعني الاوميجا 3 تركيزه في زيت كبد الحوت قليل. نعم. انه في زيت كبد الحوت فيتامينات ألف ودال بيبقى تركيزها عالي. انه مثلا لو جينا بصينا لزيوت اسماك زي زيت السلمون زيت السردين فيش اويلز كده معينه عموما الهيرنج دول الاوميجا 3 فيهم نسبتها عاليه. مظبوط. الاوميجا اهميتها انها يعني طبعا بتقوي جهاز المناعه، ومن اهم حاجه فيها طبعا اوميجا 3 بالذات طبعا على حساب الستة انها بتقلل الكوليسترول في الدم وبتحافظ على الشرايين وبتحافظ على القلب وبتزود ال HDL كوليسترول اللي هو الجود كوليسترول الكوليسترول الكويس بالضبط النافع بالضبط. وطبعا مهمه انها برضو بتحافظ على المفاصل، بتمنع الام المفاصل زي الارثرايتس او حاجات من دي، بتخفض ضغط الدم، بتمنع امراض سرطانيه، بتحارب امراض سرطانيه واي حاجه سرطانيه بتحاربها طالما لسه في البدايه وبتمنع حدوثها. مفيدة طبعا افادات تانية كثيرة بقى وعديدة زي مثلا مفيدة للبشرة، مفيدة للشعر، مفيدة زي ما قلت ذكرت قبل كده برضو جهاز المناعة، انها بتقوي جهاز المناعة وبتنشط الدورة الدموية وتحسن الذاكرة. يعني ممكن لخص تعدد الفوائد والحبة واحدة. طبعا طبعا الفوائد عديدة والحبة واحدة بالزبط. يعني احنا في الكواليس انه اصرينا نصور في نفس المنطقة هذه، فيه ورانا هنا الاوميجا 3 وزيت كبد الحوت، نوري مثلا المشاهدين عينات منهم مثلا وين الكبد الحوت مثلا عشان الناس اللي بالنسبة للاوميجا 3 احسن مصدر الاوميجا 3 زيت السلمون، السلمون اويل. يعني نفس هذه العلبة الاوميجا 3 هذا بالنسبة للاوميجا 3 صح؟ ده الاوميجا 3 زيت حبة واحدة في اليوم دكتور؟ لا لا لا، هو بالنسبة للرجل عادي يعني كوليسترول مش مرتفع او حاجة بيبقى حوالي 2 جرام في اليوم اقل حاجه. يعني كم حبه؟ الحبه الواحده هنا 300 ملي جرام، يعني على الاقل 6 حبات في اليوم. ما في منها ضرر؟ لا خالص، هذا بنتكلم على الشخص الطبيعي خالص. ولو الشخص الكوليسترول مرتفع بيبقى اكتر من كده، بيبقى من 3 ل 4 جرام في اليوم. يعني 6 حبات في اليوم انا طب ايش اللي يخليني اخذ 6 حبات؟ 6 حبات امن على الصحه كاوميجا؟ ما فيش مشكله خالص. ممتاز. هذا بالنسبة للأوميجا، هذا المشاهدين خلاص هذا الأوميجا. طيب بالنسبة لكبد الحوت عشان الناس تكون معانا على اطلاع على ايش نتكلم. كبد الحوت زي ما قلنا لو حد هيستخدم كبد الحوت علشان يحصل منه على زيوت الأوميجا يبقى هيستخدم هياخد في نفس الوقت جرعات مفرطة من فيتامين ألف ودال. فأنا ما انصحش حد إن هو لو عايز يستخدم زيت كبد الحوت علشان الأوميجا يبقى هياخد فيتامينات ألف ودال بنسبة عالية جدا. نعم. فأنا لو أنصح لو هيستخدم حاجة علشان الأوميجا يستخدم زيت السلمون أحسن. مظبوط. انه لو هيستخدم زيت كبد الحوت يستخدمه في الاساس عشان فيتامينات الف ودال اللي فيه مش الاوميجا. كميه المبيعات في عليها طلب دكتور بشكل كبير مثل الاوميجا وكبد الحوت زي ما قلت لك يمكن في كثير من البيوت موجوده عليها عشان كده حبينا ننوه عليها. هي مبيعات عاليه جدا والناس اللي هي بتحافظ على اسلوب حياه صحيه على طول موجودين هنا وبيشتروا على طول الكميات اللي تكفيهم لشهر او شهرين دايما. ممتاز. يعني في اخر الفقره الان نتكلم اكثر الناس اللي بترددوا على هذا المكان، هل النساء، الرجال، الشباب، الاطفال، الكبار السن ولا والله اقدر اقول لك كل الفئات تقريبا بتتردد على المركز هنا. الشباب بيجوا طبعا لفيتامينات او للحاجات البروتين سبلمنتس علشان لو في رياضه بتمارس. السيدات بتيجي الفيتامينات مثلا بتاعتهم وفيتامينات خاصه بالشعر وفيتامينات خاصه بالبشره. والرجال طبعا فوق سن مثلا الخمسين او الستين بيجوا مثلا يستخدموا حاجات مثلا بتحافظ على القلب والدوره الدمويه والفيش اويلز والكلام ده كله. كل الفئات والله بتتردد من جميع الاعمار. ممتاز. يعني اذا كان في هذا الوعي ممتاز، هذا مبشر بالخير.
اه طبعا ماشي الحمد لله. الحمد لله طبعا. دكتور عامر قلت لنا شكرا لوجودك معنا في الفقره، فكرتنا انتهت، انت كنت خايف قبل الكواليس من الفقره، والفقره انتهت الحمد لله، وكان ممتاز الحوار، ممتاز وشيق معك. بالكواليس قلت انك متابع جيد للمجله الصحيه. اه طبعا. طب احنا الان نحن مشاهدين، انا في الاستوديو راح اطلع لفاصل، انت كيف تقول للمشاهدين عشان يبقوا معنا بعد الفقره هذه؟ اه لا، فاصل وراجعين، لا تروحوا لا شمال ولا يمين، خليكم معنا. مع السلامه.